أيضا من المقترحات اللي الرفعات أنه يكون تفاوت في العطل، العطلة الرسمية اللي ممنوحة. اليوم كل موظفي الدولة عطلتهم الرسمية تكون يوم السبت، الجمعة والسبت، فالتوقيت ثابت. فلاحظ حتى يوم السبت الشوارع شوية أكو انسيابية بالحركة يعني، وبقية الأسبوع الازدحامات اللي دا تكون. فإذا صار هنالك فد تنسيق خاصة من قبل الجامعات أو المدارس أنه يكون عطلتهم مو يوم السبت، تكون مثلا هذه المدرسة كذا مدرسة بنفس المنطقة تكون عطلتها يوم أحد يوم اثنين يوم ثلاثاء، الجامعات أيضا ممكن الأقسام هذا القسم يكون عطلته يوم سبت، هذا القسم يكون عطلته يوم أحد وهكذا. هذا الشيء أيضا راح يخفف شوية من الازدحامات اليومية أكيد اللي تصير بالشوارع. أيضا من